اولا رولا اسمحي لي ان نعلن او يعني ننقل خبر استشهاد زميل صحفي هنا في قطاع غزه يعمل مصورا لوكالتي الاناضول للانباء وهو منتصر الصواف. هذا الشاب كان موجود في مدينه غزه ضمن من تبقى من الصحفيين الفلسطينيين هناك واعلن عن استشهاده بالامس. كنا تحدثنا معه خلال الايام الماضيه لنعرف ما الذي يجري في مدينة غزة وشمال غزة، وكان تنقل في أكثر من منطقة هناك، وبهذا يرتفع عدد الصحفيين الشهداء إلى 72 شهيدا منذ بداية هذه الحرب الإسرائيلية على غزة التي لا تفرق بين مدني ومدني وبين صحفي ومسعف، أو يعني تطال كل شيء وقصفها يطاول كل شيء في هذا القطاع.